أن الإصلاحات التي همت قوانين الصحافة بالمغرب وقوانين الصحافة بالمغرب منذ بدايتها كانت قوانين تحت ضغوط ومنعرجات سياسية ومراحل وفترات سياسية دقيقة. بالتالي لما نتحدث عن مدونة إخراج مدونة الصحافة والنشر الحالية فإنها لا تخرج عن هذا السياق منذ بداية استقلال مع قانون الحريات إلى التعديلات التي صدرت بعد في الستينيات بعد التعديلات التي صدرت بعد ذلك في بعد السبعينيات وما كانت في هذه الفترة معرفة محاولة انقلابات إلى آخره ثم مع 2002 وهذا ما يسمى بالانفتاح والعهد الجديد ثم فترة النقوص مع مدونة الصحافة والنشر لأنها أتت بعد فترة دقيقة من تاريخ المغرب والتي نعيش على ثمارها اليوم. ما حدث في الحراك الاجتماعي 2011 مسميات بحركات 20 فبراير تم النقاش بقوة حول نسخ الصحافة الإلكترونية وعن واقعها وأدوارها. بالتالي لا يمكن أن نفصل هذا النقاش الذي كان آنذاك عن واقع الصحافة الإلكترونية اليوم وعن مآلها، لأن نظرة عامة وشاملة حول واقع الصحافة ومآلها وأدوارها بالدرجة الثانية لأن سوف أتحدث عن هذه النقطة يساعدنا على فهم هذه الإشكاليات. الذي حدث وكنت مشاركا في تلك اللحظة في هذه الدينامية هو أنه تم الحديث عن ضرورة ضبط فضاء عمومي جديد والذي كان مساهما فعالا الى درجه كبيره في انجاح الحراك الاجتماعي 2011-2020 والذي نعيش اليوم على ثماره سواء ثمار نجاح انشاء مؤسسات بعض المؤسسات او اخراج بعض النصوص الديمقراطيه والذي تعرف في المرحله الاخيره نقوصا وتراجعا عنها. اذا في هذا السياق وفي هذا المنحى لا يمكننا وهذا ما أحس به بانطباعي وبحزن شديد هو أن البعض يتحدث عن الصحافة الإلكترونية بازدراء بنوع من التحقير وكنت دائما ما يعني أحزن كثيرا لأن ضعف الفهم للدور الكبير الذي قامت به الصحافة الإلكترونية وفضاءات التواصل الاجتماعي في الحراك الاجتماعي وما وصلته بلادنا بلادنا في هذه المرحلة. نحن مدينون بالصحافة الإلكترونية والفضاء التواصل الاجتماعي بشيء كثير. فبالتالي النظر إلى جزئيات تقنية في عملية والنظر إلى بعض الأخطاء التي لا يمكن أن تتجزأ عن المشهد العام للممارسة الصحفية المغربية لا يمكن بهذه النظرة أن نزدري وأن نحتقر الصحافة الإلكترونية بل ينبغي أن نرفع قبعاتنا وأن نقف احتراما لهذه الصحافة الإلكترونية. لماذا؟ لأنها ساهمت في توسيع هامش الحرية الذي ننعم به اليوم أو قبل هذه البلدة الحقوقية وبالدافع عن حقوق التعبير والرأي وفسح المجال لها نعيش ونمتن لهذه الصحافة الإلكترونية. لماذا؟ لأن فتح هامش الحرية وحرية التعبير أساسي وشرط مصيري في بناء الثقة في الانتقالات الديمقراطية وفي بناء المجتمع الديمقراطي. لا يمكن بتاتا اليوم أن نتحدث عن أدوار الصحافة والجيل الصحفي وعلى حرية التعبير لأن في آخر المطاف وهذا هو الأساس ما الذي نريده من الصحافة؟ سؤال جوهري كبير جدا. هل نريد أن تقوم بممارسة تقنية في نقل الخبر؟ أم نريد وظيفة سامية لهذه الصحافة ولهذه المهمة؟ للأسف الشديد أننا دائما نريد أن نضع هذه الصحافة دائما في معادلات تقنية وفي مقاربات تقنية وحتى التفاوضات حولها تكون تفاوضات تقنية حول عملية الدعم هنا وهنا ولا نتحدث عن دور الأصيل لهذه الصحافة. الصحافة جاءت وصنعت لتصنع لتهندس عقلية المتلقي لتصنع وعيا جماعيا للمجتمع. وإذا ما رهنا على هذا المنحى فإننا نبني دورا إصلاحيا لهذه الصحافة. وهذا لا أقوله أنا جاء
بشرى في بداية القرن الرابع، أذكر الكثير من الأسماء حتى لا أطيل عليكم، ولكن أذكر مثال واحد، وبشرى كانت تحدث عن الدور في قيام والإصلاح للصحافة. لهذا ينبغي بكل بساطة أن نراجع، قبل أن نراجع الجوانب التقنية، وقبل أن نحتقر وأن نقول على أن الصحافة الإلكترونية تخل بأخلاقية المهنة وكذا وكذا، انظروا ما ذكرته الأستاذ الكريم حول مؤسسات الهاكا، انظروا إلى تقارير الهاكا وما تصدره في حق السمع البصري من إنذارات وتوبيخات، وأحصوا شوفوا شحال من عدد الإنذارات والتوبيخات، انظروا إلى ما تتم كتابته في الصحافة الوطنية الورقية، حتى يمكن أن نقول على أن هذه الصحافة الإلكترونية هي المتهمة الأولى بمس بأخلاقية المهنة. وحتى إن تمت مس بأخلاقية المهنة فهي وليدة هذا المجتمع ووليدة هذا الجسم ووليدة السياسات العمومية المرتبطة بالصحافة والنشر. هنا السؤال، ما هي السياسات العمومية التي نحفظها اليوم نحن في المغرب للصحافة وللجسم الصحفي ولرجال الإعلام؟ لأن هذا سؤال مهم جدا، لأنه ابتداء عليه وارتكازا عليه نفس مستقبل الصحافة بالمغرب والأدوار التي سوف توكل إليها. أكيد على أن الباراديغم التواصل بدرجة تقول ليكون دقيقا، الباراديغم التواصل الذي ترتكز على وسائل الإعلام اليوم ووسائل الإعلام العمومية بالدرجة الأولى وحتى الخاصة تعتمد على أحادية الاتجاه نحو الإخبار دون التفاعلية، وأن عملية الإخبار دون فعل التفاعلية أو التشارك هو آخر ما يمكن أن نصل إليه. المرحلة السابقة في الحراك 20 فبراير، الفضاء الافتراضي والإنترنت حاول، لا أقول قد وصل، حاول أن ينقل هذا الباراديغم إلى باراديغم جديد المرتبط بالتفاهم والتشارك في المعلومة وفي الخبر وفي الفكر وفي حرية التعبير وما تحمله من مسائل كلها. هذا الباراديغم كان مزعجا، لماذا؟ لأنه هذا الباراديغم يساعد على صناعة الوعي وينتج وعيا جمعيا بسرعة فائقة. هذا الوعي الذي يصنع بسرعة فائقة لم يكن مسموحا به، أو ربما بتقدير بعض الذين يفهمون أكثر منا، الذين يرسمون الاستراتيجيات الكبرى، على أننا غير مؤهلين لهذه المرحلة بعد، وينبغي الرجوع قليلا إلى الباراديغم السابق، هو الذي يقتضي الإخبار وإيصال المعلومة مع حصر هذه المعلومة وضبطها في اتجاه واحد وضبط محيط هذه المعلومة وأسوار هذه المعلومة حتى نتصل الرسالة دون تفاعلية دون تشاورية. هذا ممكن أن يكون فهمنا بين قوسين نقول بالدارجة الفهومات، ولكن هل يصلح للمجتمع الديمقراطي؟ هل يصلح للبناء الديمقراطي؟ أكيد لا. وبالتالي قبل أن نتحدث عن تغييرات تقنية وبعض التقييدات التقنية وعن ملامسة تقنية الموضوع الصحافة الإلكترونية، يجب أن نكون واعون بهذه الحركية التي تتم في مسارات مهمة وترسم مستقبل وواقع الصحافة الإلكترونية من دون أن ننتبه. لهذا ما ذكره أحد المتدخلين من أن الصحفيين الإلكترونيين والعاملين في الصحافة الرقمية يجب أن يكونوا واعون بهذا الواقع، وأن يكونوا واعون بالرسالة الكبرى والسامية التي رسمت لهم. يعني في آخر المطاف نقول على أن الممارس للصحافة إذا لم يتشبع بالقيم النبيلة للممارسة الصحفية الإعلامية كما هي معترف بها دوليا وكما هي مرسوم لها على المستوى الأخلاقي والقيمي، لا يمكن أن نصنع صحفيين يمارسون هذه المهنة ويساعدون على تنوير المواطن، بل سنصنع صحفيين يكذبون، يضللون، يخادعون ويرتزقون
ويبتزون، وهذا ما نريد.